الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الأيام تصادف ذكرى الفاجعة الكبرى في هدم مراقد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في البقيع الغرقد. وقد مضى على هذه الفاجعة الأليمة، هذه الهزيمة الكبرى واقعا في التاريخ للشيعة، أكثر من 99 سنة، أشرفت السنين على 100، دخلنا في 100. والقضية لا زالت على أوج الألم من دون أن يحصل أدنى أمل في حل هذه الفاجعة. المشكلة حقيقة أن تاريخ الشيعة مليء بأمثال هذه الانهزامات. الشيعة يبدعون في أمثال هذه الانهزامات الكبرى، الفجيعة، النكراء، المنكرة. على مر التاريخ والتوقيع الوارد من الناحية المقدسة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى الشيخ المفيد في 410، هذا التعبير تعبير عجيب: لولا رعايتنا لاصطلمكم الأعداء، اصطلمكم، اصطلم يعني استأصلكم الأعداء. ليش احنا شفينا؟ ليش لازم تكون هذه الرعاية؟ ولولا هذه الرعاية، الرعاية العامة من المولى عجل الله فرجه الشريف، خب لكل الكون، لكل الوجود، لكل ما سوى الله بيمنه رزق الورى. أما أنه إحنا إلى هذه الدرجة نكون قصر، أن الأعداء يستأصلوننا إذا لا تكون هذه الرعاية. نحن نحتاج إلى هذه الرعاية كما نحتاج إلى رعاية الله تبارك وتعالى، ورعايته رعاية الله. لكن لماذا هذا التعبير؟ لاصطلمكم، اصطلمكم الأعداء في التعبير الآخر في هذا التوقيع المقدس، لأخذكم، لأخذتكم اللأواء. لأواء يعني البلاء الشديد.
يعني هناك رعاية وإحنا الحمد لله رب العالمين مو مستأصلين، ولكن هذا التاريخ من السلبيات، تاريخ الشيعة يدفنون في الحيطان على مر التاريخ، هذا التمييز الطائفي الموجود منذ نشأة هذا المذهب، هذا التمييز وإلى يومنا هذا الذي ليس له نظير في الولايات المتحدة. كم سنة السود، هذول أصحاب البشرة السوداء، كم سنة بالضبط؟ تقريبا 60 سنة قبل مثل هيك وقت، 1963 صارت هاي الولايات المتحدة، صار فيها على كل اضطراب شديد بسبب التمييز العنصري اللي كان، وتشوهت سمعة هذه البلاد في كل البلاد في الولايات المتحدة. كان هناك اضطراب شديد، تجاوز، تعدي، هذا التمييز العنصري المعروف. محاضرة واحدة اجتمعت الوفود، 250,000 إنسان في العاصمة، العاصمة بالضبط 1993. هذا الرجل المعروف اللي الآن اسمه على كل حال كلش معروف، مارتين لوثر كينج، اسمه كلش معروف، ألقى محاضرة أنهى هذه العنصرية عن بكرة أبيها. إحنا شنو ينقصنا عن السود؟ ليش هذا التمييز يمارس في حقنا؟ 100 عام أقدس مقدساتنا تهان بأشد أنواع الإهانة، بأسوأ أنواع الإهانة، وليس هناك أي علاج. دائما الحديث يصير عن جملة من مجموعة من العلاجات. إحنا عادة عند المصيبة نلطم ونلبس أسود ونقيم العزاء، وهذا شيء جدا جليل. ليش؟ لأنه يبقي القضية حية طرية غضة، لازم تبقى القضية حية، وهذه الممارسات أهم عوامل لبقاء الحية القضية على قيد الفكر، لكن لا تنفع في مجال حسم مادة الفساد أبدا. اللطم ما يفيد في هذا المجال، نعم يخلي القضية إلى فترة اللي فد يوم يجي فد واحد على كل حال يكون قائد ملهم وملهم ويحسم هذه المفسدة العظمى، هذه الكارثة، هذا الانهزام الحقيقة المنكر الكبير الذي يمر عليه قرن كامل حقيقة. لا نريد أن ننفي هذه الممارسات، هذه الممارسات جيدة. دائما يصير حديث عن شنو عمليات بائسة حقيقة عقيمة ما تفيد في مجال الحسم عقيمها، وإلا هي نشاط مبارك، هذا النشاط حقيقة مأجور عليه 100%، أما في مجال الحسم لا قيمة له. أكو تحفيز، دائما خطب تحفيزية، التحفيز ما ينفع. النشاط الإنسان لما يعطي قوة، يعطي حيوية في القضية، القضية تبقى تشع. أما النشاط الحيوي ما يفيد. أكو فتشي يسموه إلهام، الإلهام فتشي أرقى من التحفيز، عندما تجعل من فكرة ثقافة دين، تسوي الفكرة دين، هذا يسموه إلهام، اللي الناس يتحركون بدون تحفيز، بدون تنشيط، بدون تحريك، هذا يسموه إلهام. يلهم، يقولون قائد ملهم أو ملهم، الفرد الذي يحول إلى الفكرة إلى دين إلى عقيدة، فتبقى بدون أن أنت تنشطه هو نشط. هذا المرحلة الثانية، المراحل التي هي 5 وكلها لا تنفع حقيقة في مجال حسم مادة الفساد. الشيء الثالث يقولون الاستقامة، الثبات،
المثابرة، الإقدام، الجرأة، الجسارة، هاي العناوين. إنسان لازم يكون جسور، لازم يقدم. حقيقة ماكو خلال هذه 100 سنة إقدامات جسورة كثير صارت، وإقدامات ملحة بثبات وبصبر وبمثابرة ومن عديد الجهات. هذا العنوان الثالث. يصير حديث عن الاستقامة، يذكرون أنه القضية الكذائية، ما أدري كم الجيش مثلا الفنلندي أمام الجيش السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، كيف قاوم مقاومة مستميتة وأخيرا حققوا النجاح. ويذكرون اصطلاحات يسموها سيسو مثلا، هذا الاصطلاح الاستخامة، هذا شيء معايير مهمة حقيقة لكن لا تحسم. والتاريخ مليء بهذه المبادرات في قضية البقيع. الشيء الآخر يصرحون يصطلحون عليه كلمة معروفة مثلا، يقولون القانون يكفل الحريات. الأمم المتحدة، المفوضية العليا لحقوق الإنسان، هذه كلمات هواية تطرح. التشريعات القوانين الوضعية لا تنفع عندما تكون هناك عملية تمييز. حقيقة ما تنفع التمييز، هناك دائما أكو جهة تريد تهضم حقوق الآخرين. في عملية التمييز ما يمكن اللجوء إلى القوانين المكفولة، يحتاج إلى شيء أكثر من التشريعات. دائما شكاية في الأمم المتحدة وهاي المنظمات المنتسبة إلى الأمم المتحدة واليونسكو هاي العناوين كثيرة مطروحة، ومن أهمها المفوضة في العنوان، أهم المنظمات المنتسبة إلى الأمم المتحدة يسموها المفوضية العليا لحقوق الإنسان. شوفي شنو هاي المفوضية، حقيقة لا يمكن أن تحرك ساكنا. شنو سوي نشاط أكو، هناك جهات عديدة في الشيعة أصحاب الغيرة والحمية حقيقة لجأوا، ولكن هاي الأمور ما نفعت. شوفوا ذرة فادت القضية. والعامل الخامس الإعلام، وسائل التواصل، الصخب الإعلامي، الضجة الإعلامية، أن نجعل من القضية ترند مثلا، ما أدري كذا. كم ترند صاير أخيرا؟ شنو صار؟ بالله عليكم 1 بالألف الوضع تعدل؟ يعني مو هسه المقام مهان، الزائر مهان، أشد أنواع الإهانة تحصل حقيقة مع هذا العمل الإعلامي. فد واحد أكو قبل كم سنة، 13 سنة قبل، ألقى محاضرة، فد رجل على كل بريطاني أمريكي على كل حال، ما أريد أجيب اسمه، معروف كلش معروف، ألقى محاضرة فوق 50 مليون مشاهدة حصلت لهذا المحاضرة. طرح عنوان الدائرة الذهبية في علاج المشاكل. الدائرة الذهبية شنو؟ كيف يمكن الإنسان يحقق نجاحات في الحياة، هسه في مجال التسوق، في إدارة الأعمال، في مجال العمل الاجتماعي، كيف يمكن التحقق الإنجازات الكبرى؟ وهذه يمكن فوق 50 لغة ترجمت هذه المحاضرة. على كل حال سينغ اسمه، على كل كتابه هم مطبوع مترجم في هذا البلد المبارك، موجود الكتاب. على كل حال لماذا اسمه؟ ابدأ كيف تبدأ بلماذا، هذا اسم الكتاب. خلاصة هذه المحاضرة على كل حال كلمة واحدة، أنه يجب أن يعتمد الإنسان إلى الإعلام، يعبر بكلمة كلش مهمة، يقول كل هذول الناجحين في العالم هذول كانوا يمتلكون مكبرة صوت، ومكبرة الصوت إيش قد مهمة مكبرة الصوت. لازم يكون هناك صوت عالي، لازم يكون هناك صخب. الإنسان لا يمكن أن يحقق حقوقه، يذكر هذا لوثر كينج، هذا الكينج يذكر قصصه وكيف أنه بمحاضرة واحدة حقق كل النجاح
وبربع مليون في العاصمة وألف كذا 963 وينقل قضايا كذا وغاندي شنو سوى وما أدري كذا. الدائرة الذهبية يقول أصلاً الدائرة الذهبية هي من فوق عندما ينظر إليها الإنسان هي على شكل مخروط، المخروط يكون شبيه بشنو، يقول ليس عجب أنه يصادف أن الدائرة الذهبية هي على شكل مخروط، والمخروط هو مكبر صوت. هذا حكي على كل حال تصريف محلي حقيقة مهم، لا أنكر أنه مهم، هذه عوامل مهمة ولكن يحتاج إلى عدد العدد صحيح، هذه أصفار تكون رقم عندما يكون العدد الصحيح. فالكتاب قبل يمكن 25 سنة طبع في إحدى أكثر الكتب مبيعا في بريطانيا، كان طبع هذا لحسنين هيكل محمد حسنين، المقالات اليابانية يتحدث كلام مفصل جدا عن أهمية الإعلام، تعبيره يقول الإعلام لا يضاهيه شيء، الإعلام سطى، تعبيره هذا تعبيره سطى على كل المؤسسات الدستورية وكل الحريات، إعلام عنده سطو، الإعلام كلش مهم. الآن الإعلام موجود، الشيعة حقيقة بالنتيجة الإعلام العالمي مسخر من قبل الشيعة ليستعملوه، بس الإعلام شي يفيد؟ يوم على يوم الوضع فيه تراجع والإنسان كله يحاول هاي المحاولات. قلت هذه المحاولات تبقي القضية على قيد الحياة ومهمة، لا أريد أن أستخف بها، لكنها إذا واحد يريد يحسم القضية، 100 سنة مضت الآن، 100 سنة إحنا في المية، في السنة 100 الآن دخلنا، فرح 100 سنة بعد تبقى والقضية تبقى يوم على يوم أشد وأكثر تراجعا. إحنا سابقا أتذكر كنا نروح نزور بسهولة وكانوا يوقفونا تحت على كل المظلات، الآن بعد 10 سنوات ماكو تحت مظلة، وبعدين لازم تمشي ومسكرين الطريق، يوم على يوم وضع أسوأ، ما تقدر دقيقة توقف. سابقا كنا نفتح، أتذكر كنا نروح نزور نفتح المفاتيح، أنا أوقف أقرأ لي ساعة ساعتين، الله يشهد الآن رجلي تعورني 3 ساعات أوقف، ما حد كان، الآن ما يسمحوا لك دقيقة توقف، يلا امشي، ساكرين طريق في الشكل اللي يصير انسداد إذا تريد توقف. وهل قد أكو صخب إعلامي، وهل قد أكو شكايات ومراجعات؟ لا قل أؤكد لا أريد أن أستهين بهاي الأمور، جزاهم الله خيرا، القضية تحتاج إلى وعي، كلمة واحدة وعي، رسالة البقيع تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى فهم، يعرف الإنسان من أين تؤكل الكتف. مع الأسف هذا الشيء الوحيد اللي تاريخ الشيعة فاضي منه. ليش الآخرين عندهم وعي؟ لأنه إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، أكو فد واحد يرفضهم وحي وحي. ليش إحنا ما عندنا وعي؟ الوعي فد شيء مسيرة 1000 ميل، ولكن الخطوة الأولى لازم أن تتحققها. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلموا، كل شيء مكفول، لا تقول فلوس ماكو، لا تقول الناس يخذلون، لا تقول تفرق أكو، لا، الآخرين أسوأ من عندنا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا تتصور أن يكون إن يصبكم قرح فقد أصاب القوم قرح مثله، لا تتحدثون عن أنه هناك نزاع، لا تنغرون بالحكي الفاضي، إحنا بيناتنا نزاع أكو، أنا أشتغل ذاك يفلش، هذا حكي فاضي، شهد الله هذا حكي رديء، لا تنخدعون بهذا الحكي. هذا هو، هي الحياة هالشكل، الآخرين هم هالشكل، إن يصبكم قرح فقد أصاب القوم قرح مثله، آيات قرآنية أكو، بأسهم بينهم شديد، هاي الأشياء موجودة. يريد الشغلة فتشم واحد شهد الله، مو كل الشيعة، هذول فتشم أوادم 4-5 يعون بالرسالة، هاي المصيبة. شوفوا إنا عرضنا الأمانة، شوفوا عندما تكون الرسالة الأمانة، حديث عن الأمانة شنو، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
الإنسان شنو؟ الله في القرآن يقول أمره دائر بين عنوانين، أنه كان ظلوما، هذول اللي هدموا البقيع، ظلوما شنو؟ جهولا. جهولا منه إحنا الإنسان، بين ظالم وجهول. ظلوم صيغة مبالغة، جهول صيغة مبالغة. روحوا شوفوا في القرآن حقيقة صدمة هذه، في القرآن ماكو كلمة واحدة جهول ولا مرة. القرآن، القرآن كثير ينتقد الإنسان، الأمم الظالمة، الأمم الفاسدة، الأمم المنحطة، قوم لوط، الله ما يتحدث عنهم بالجهول، لا يصفهم، لا يصمهم بوصمة جهول. في القرآن شوفوا عندما يصف قوم لوط، إني أراكم قوما تجهلون، فرق كبير بين كلمة تجهلون وجهول، جاهل وجهول فرق كبير من الأرض إلى السماء. قوم لوط على فعلتهم الشنيعة، الله ما يصفهم أنه أنتم جدا ما تفتهمون، ما يستعمل في كل القرآن ماكو كلمة جهول، ماكو إلا بهاي الآية. عندما يحصل الحديث عن الرسالة يأتي البحث عن الوعي، فقط وفقط وعي، ومو بالضرورة كل الأمة تصير واعية، شهد الله مو لازم، 4، 5، 10، 15 شهد الله كافي. الأمم التي نهضت حقيقة ما نهضت بوعي الأمة كلها والجماهير كلها، لا، روحوا شوفوا أغبى، اكتب في الجوجل أغبى شعب في العالم شنو، شوف الولايات المتحدة هم يعترفون أن أغبى شعب في العالم، هم أغبى شعب في العالم. شوف شلون مستهترين العالم، مستخرطين العالم، حتى أوروبا وكل البلاد في العالم مستخفين بها هاي الولايات المتحدة، شلون حاكمة على كل الاقتصاد وعلى السياسة وعلى كل التلاعبات وعلى السلاح، هذا أغبى شعب في العالم. 4 منهم 15 منهم فد مجموعة قليلة منهم، ولتكن منكم أمة، مو لازم كلكم يفتهمون، فكم واحد منهم يفتهمون عدل، يضبطوها عدل، يديرون الأمور عدل، كل شيء مكفول من قبل الله تبارك وتعالى إلا شيء واحد مو مكفول، أخرجكم الله، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا مو مكفول، أنت لازم تحققه. تلك فتية آمنت بربهم فزدناهم. شوفوا مسيرة 1000 ميل الوعي، لازم تعرف اقتصاد، لازم تعرف سياسة، تعرف علم نفس، علم الاجتماع، علم الإدارة، تفهم استراتيجية، تفهم هاي المفاهيم، لازم الإنسان يعرف، دارس فيزياء، كيمياء، يعلم علم الفلك، هذه كلها مؤثرة، علم الأحياء. شوفوا هاي المفكر، هذول كبار المفكرين، كبار المفكرين يستلهمون إدارة الحياة من علم الأحياء، كيف الطبيعة، البيولوجيا، شلون علم البيولوجيا، يستلهمون أهم الأفكار من علم الأحياء. هاي الدائرة الذهبية، شوفوا تعبيرها شنو، هو كله قائم على علم الأحياء، لازم الإنسان يعرف علم الأحياء، الإنسان لازم يدرس هاي الأشياء. خب هاي المسيرة 1000 ميل، صدقوني مو هي 1000 ميل، هي ميل واحد، خطوات. الله تبارك وتعالى يقول أنت تعال بصوبي شبر، أنا أجيب صوبك باع، مو لازم الإنسان يخطو هذه المسيرة 1000 ميل، شوية الإنسان يحقق فتشي بسيط من الوعي، والله العظيم فتشي بسيط من الوعي، فتشي بسيط من الوعي، بس شوية افتهم، اعرف الحياة من أين تؤكل الكتف، بس ما ينفع الإخلاص بعد، ما ينفع في هذا المجال، هل قد أكو مخلصين، الإخلاص ما ينفع، المثابرة والتضحية ما تنفع، الجهاد ما ينفع، الهمة ما تنفع، الثبات ما ينفع، والله ما ينفع. ماكو ناس الآن ثابتين كم سنة، يريد لشيء واحد، كلمة واحدة، تغيير طريقة التفكير، بس ثلاثة كلمات، شوفوا ثلاثة كلمات جملة، تغيير هذا التفكير مالنا أخيرا ما نتج 100 سنة وماكو فائدة، هذا لازم نغيره، لمتى نبقى على هاي الطريقة البائسة الفاشلة المنكرة، إلى متى نبقى هي الشكل نفكر؟ 100 سنة مو كافي لثبات فشل هذه الطريقة؟ غير طريقتك،
نحتاج إلى تغيير طريقة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عنده فت خطبة في نهج البلاغة يسموها الخطبة الغراء، هي كل خطبه غراء. نهج البلاغة هذا، بس ليش يسموها هذه الغراء؟ مادة مهمة بها. يبدأ الخطبة بهكذا: واتق أيها الناس، اتقوا الله تقوى، ذي لب شغل التفكير قلبه. شوفوا التقوى مو أن الإنسان ما يطالع حرمات الناس وما يشرب أجلكم الله كذا، التقوى مو هذا، التقوى الحقيقية مو هذه. شي يفيد أن الإنسان الناس مؤمنة ومتقية ولكن كل المصالح مهدورة، كل مصالح الطائفة مهدورة، مو مهدورة. كل شيتنا إحنا يستخف بينا حقيقة أضعف الأمم إحنا، حتى الهند ما يستخفون بي مثل ما يستخفون بينا. في الهند كان هذا المتحور دلتا، متحور ذبح العالم كله في كورونا، تتذكرون كانوا يجون من الهند يدخلون ماكو عليهم أي حجر أي شيء اسمه فلان. ليش إحنا هالشكل في أقدس مقدساتنا، في أقدس الزيارات، ليش هالشكل؟ هذا ما يحتاج إلى تفكير. والتقوى هاي التقوى، مو التقوى الإنسان يصلي صلاة الليل، نعم هي تقوى بلا شك، بس التقوى الأساسية واتقوا الله تقوى. الأمير المؤمنين تعبيره هذا: واتقوا الله تقية شغل التفكير قلبه. الإنسان لازم يفكر. أمير المؤمنين في هاي الخطبة بعدين ورا كم جملة يقول: وسلك أقصر الطرق. تعبير العبارة في الخطبة الغراء: أقصد السبل. أقصد يعني أقصر، اقتصاد يعني أقصر السبل إلى الهدف المطلوب. شنو هذا الهدف المطلوب؟ أقصر الطرق إلى شنو؟ هذا يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى أن يعرف الإنسان من أين تؤكل الكتف. مو هالشكل كله جهد وعضلات ونشاط وما أدري ساحة الإرادة وما أدري كذا، ما فات. خلي نغير، خلي كم واحد من عندنا يشتغلون على هذا الشغل ما يخالف، فكم واحد يضبطوها. فقضية معروفة في قم كانت، هالقضية كلش لطيفة جدا جميلة. فحملة كانت حملة سنوية تأخذ زوار إلى الإمام الرضا، فد واحد حاجي كلش، قضية أكثر من 100 سنة قبل. على كل حال قضية مسجلة في تاريخ قم، كان يأخذ زوار سيدة معصومة صلوات الله عليها، يوديهم إلى زيارة أخيها، قبر أخيها صلوات الله عليهما. حملة زيارة، راعي حجي كلش متدين حباب، على كل خدوم وعلى كل ياخذ الناس، والناس هم تدرون متلهفين، كانوا يحضرون حملة ضخمة. فديوم فد سنة، سنوات 50 سنة، فديوم متهيئ وعلى مشارف، فد مثلا 3-4 أيام ويمشون. في الرؤيا هذا الحج المؤمن المتدين شاف بالرؤيا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، قال له: هالسنة لما جاي تجي فلان شخص، فواحد أهل قوم لص معروف، نشال بواق معروف، رئيس النشالين في قوم، هذا رئيس اللصوص في قوم. الإمام الرضا قال له هذا شيله جيبه وياك بالقافلة. هذا قاعد من النوم داخ، شو هذا؟ واحد رجل معروف فاسق فاجر، هذا رئيس النشالين، أنا أجيب حملتي كلها تتضرر، سمعتها تروح. فأج ما أحرك ساكن. في الليلة الثانية شاف المولى عليه الصلاة والسلام، أكد عليه، أقول لك جيبه وياك. قعد ما أدري شو يسوي. في الليلة الثالثة شاف، بعد شوف شو يسوي، انحرج. راح قال له تجي أوديك بلاش لزيارة الإمام الرضا؟ قال إيه، شنو أحسن من هذا؟ هو نشال بس بالنتيجة شيعة، يعتقد شيعي نشال، والله شيعي نشال. ما أقول بعد، ما أكمل. على كله أخذه بالطريق اتفاقا، 50 سنة يروحون 40 سنة، بالطريق اتفاقا تعرضت القافلة إلى قطع طرق، وذولك بيدهم سلاح، ومواحد وعشرة هيك مجموعة، فتلمة اجوا حاصروا القافلة بالمئات، هذول مساكين
على كل حال وقفوهم بطابور والسلاح بروه فوق راسهم، وواحد ماسك لفتشيس يمر على كل واحد واحد من هذول المساكين بالطابور، يلا طلع كل شيء بجيبك، كل ذهب ونساء ورجال وأطفال طلعوا حتى الذهب من التراشي من آذان الأطفال. قطع طرق وما رحم ما عنده، وبعدين هم إذا شو اسمه يفتش ويخم شو اسمه شنو أكو طلعة. وتدرون سابقا ما كنت جوري بالبيوت، وأكو خوف يعني الناس لما نتهد البيوت ممكن تنسرق، فتشوف التجوري ماله جيبه، فكل ثروته كان يخليه وياه لمن يسافر لأنه ما عنده ضمان آخر. هذا إذا انسرق يعني شنو؟ يعني كل تاريخه ينسرق. هذا 50 سنة تعبان مجمع أموال مسويها ذهب يشيله بجيبه. صحيح هذا إذا الذهب راح مو بس زيارته تروح، مو بعد ما يقدر يتواصل ويستمر، لازم يرجع ويرجع يقعد على الرينج، يقعد على كل حال بائس إلى آخر عمر حياته. هالشي قطع الطرق حقيقة، فتشي يأخذون كل ما أكو الفرد، الفرد يروح ينسحق بعد بالحياة. هذا زوار الإمام الرؤوف، الإمام الرؤوف رؤوف بزواره، عرف شلون يدبر حالهم. فوقفوهم هذول كلهم وعلى كل خمطوها خمط كل ما في حوزتهم أخذوها، وبعدين مشوا جاروها وفاروها وحملوها على يابوها كلها واخذوها راحوا راحوا وراحوا كلهم. وهذول خطية قعدوا يلطمون على راسهم شو يسوون؟ لا عندهم طريق للأمام ولا عندهم طريق ورجعون شو يسوون؟ ورا فترة طويلة على كل حال هذا اللص الكبير، هذا أبو اللصوص في البلاد، يجي طلع شو اسمه وقف لهم قال لهم لا تخافون. بعد فترة ها لما هذول راحوا وابتعدوا قال لهم لا تخافون، كل أشياءكم محروزة. طلع فتشيس ضخم نفس الشيز، يبدو هذا مخلي نفسه آخر الطابور. هذول لما على كل حال اجوا وصلوا له بدل الشيز، خلى الشيز مكان الشيز، سارق بعد مثلهم بعد، هذا خبير قدر يبدل كل الشيز. كل هذه الأمور المسروقة اللي كانت في الشيز سرقها هي، خلالهم في مجموعة حجر كذا شيز بمليان حجر. هذول بعدين افتهموا شلون على كل انغروا بالقضية. القضية ما يفيد عندما تصير تعدي، عندما يصير تعدي تجاوز بعد ما تفيد تقوى، تقوى يعني هذه التقوى المعروفة عندنا، يريد لها مهارة، يريد لها خبرة، يريد لها احتراف. الشغلة ما تفيد عيني وأغاتي ولطم وكذا، ينفع قلت في مجال، ولكن في مسألة حس إذا نريد على هاي السنوية الماء نحسم هاي القضية يحتاج فتشم واحد يعرفون شلون يشتغلون وما يروحون وراء الأمم المتحدة وما أدري مفوضية حقوق الإنسان وكل مظاهرات وصخب إعلامي، هاي الأشياء التحريك والتحفيز والمنشطات، وأعطي كل محاضرات منشطة ما يفيد. لازم نعرف كيف نشتغل، كم واحد لازم يعرف، ولا نلوم الآخرين أن الآخرين ما يفتهمون، لنقول الناس فتأكو فتشي أنه إحنا فلوس ما عدنا، فلوس من وين؟ والآخرين ما أدري كذا. الله تبارك وتعالى هو مكفل القضية، أنت ليش تخلي عينك على الفلوس؟ ليش تخلي عينك على مساعدة الآخرين؟ الله ينصرك، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لعد شنو هذا؟ وعد إلهي. إذا فلان ما نصرك لينصرك، إذا واحد عاداك مو مشكلة، والله مو مشكلة، خلي عاديك، خلي يضع العصا في العجلة مو مشكلة، الله وياك، صاحب الزمان عجل الله فرجه وشرف وياك. هو وعدوا هؤلاء، وعدوا بالنصرة، يعني شنو ننصرهم في الحياة الدنيا مو ويوم يقوم الأشهاد أيضا في الآخرة. لنقعد نشتكي، لنقعد نعتدي، نقول الآخرين فلان ما يفتهم، فلان كذا، كل احنا نزاعات، هذا هو بعد نزاع، شو نسوي بعد؟ انت اشتغل عدل، شويه رقي نفسك، فقط خطوه شويه افتهم، شويه افتهم، هذا الفهم القليل راح يؤدي الى فهم كبير رب العالمين يجعل فيه البركه. شويه افتهم شلون ولو الانسان يكون لص شوفوا يحميه، والا هالعدد الهائل شنو قدروا يسوون؟ القضيه مو بالقوه العضلانيه، سلاح بيده
قطع الطرق بدون سلاح تقدر تيجي تواجهه يكفخك كفخ يقتلك، ما تقدر. الطرف الآخر عنده قوة يمارس قوة، فلا يمكن مجابهته بالقوة العضلانية، تحتاج شوية لمسات. ذاك الطرف عنده إمداد إلهي، من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. الله تبارك وتعالى مو كله واقف حتى يمدك إليك، لازم يصير توازن. الله تبارك وتعالى يريد يمتحن الناس، يريد تكون الحياة حياة امتحان، فيعطي إمداد، فليمدد له الرحمن مدا. مدا هو أنا شنو؟ شوفوا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أنت شوية شوف، ما يصير تقول الله ينطيني هداية، ماكو. أنت حقق الخطوة الأولى، هاي سورة مريم الآيات ورا الله. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. لمتى؟ حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني للموت الله يمده. عندك اعتراض على الله؟ روح اعترض. حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما الساعة وإما العذاب. خب إحنا شلون إلهي؟ مدا تدري مفعول مطلق يفيد التعظيم. الله يمده بالفلوس، يمده بالإمكانات، بالسلاح، بالسلطة، بالقوة، بكل شيء بيده. مدا مفعول مطلق. وإحنا شلون؟ فلوس ماكو. الله يقول أعطيك أهم من الفلوس. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الله يقول هذا أحسن، هذا أحسن. هاي الهداية الإلهية مثقال منها تسوى كل فلوس العالم، لأن بالهداية أنت تقدر تحقق الفلوس، تحقق المصالح. مهارة ولو مهارة سارق، بالله عليكم حتى لو نحصل مهارة فتسارق المصالح تنحمي، ما تنحمي بالهمة والما أدري الثبات والحمية. يريد لها الهمة جيدة، بس إذا ماكو مهارة الهمة ما تفيد، الهمة ما تنتج. يريد له مهارة، خبرة، إيش تعرف شلون تصيد الأمور، تحقق المصالح. حقيقة هذه المناسبة الأليمة، هذه الفاجعة الكبرى، حقيقة من أسوأ أنواع التمييز العنصري في التاريخ، التمييز المذهبي. أنا هذه عقيدتي، ليش ما أقدر أمارسها؟ كل واحد البوذي والسيخي والكل واحد في هاي البلاد يقدرون يمارسون كل على كل نشاطاتهم من دون أي تقييد. بعدين نحكي ونقعد نقول القانون مكفول والحرية مكفولة. هذه فرصة مهمة أن الإنسان فقط وفقط يحقق تغيير بسيط جدا في طريقة تفكيره، في نمط التفكير. فالشكل ثاني، لازم نبطل من سوالفنا السابقة، نفكر، نبدأ بطريقة جديدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.